تحيتي. مواصلين إذن في حكايتنا الليلة، نشوفوا شنو اللي صار الجميلة وقت اللي خرجت مع خطيبها وهما مروحين في الطريق ليلة 27 رمضان مع خطيبها الطيب ولا كريم. شنو اللي صار لهم من حادث؟ مع اعتذاري منكم على قالوا لي الشبيبة توا الأحبار الأخضر متاع ستيل وظاهر، ما لقيتلوش حل هالستيل، وكان تعطيوني حل متاع ستيل والأحبار اللي ولا يسيب في الأحبار أكثر من اللي يكتب به. على كل حال، إذا وصلنا إلى تقرير الطب الشرعي اللي من خلاله كل جمهورية بشأذن للشرطة الفنية أنها والشرطة والبحاث والمحاققة أنهم مش تحاولوا إلى المكان، مش يحاولوا يفهموا البلاصة هذية اللي صار فيها هالبركاج اللي يحكي عليه كريم. مشاو بلاصة الحقيقة منزوية ساعة، معناها أنه هو قرر أنه يدخل بلاصة ذيك. علاش سي كريم؟ قال باش يقعدوا يحكيوا شوية به. بدأوا يشوفوا الساعة في البلاصة، يعني نلقاو شي فيها تو، فما ثلاثة جاو وبلاصة فلاحية، مسالك فلاحية وبيست، باش نلقاو أثار. ما فما حتى أثار، حتى أثار، فما أثار أقدام متاع كريم ومتاع جميل. باهي وينهم الأثار متاع الوحول؟ باهي هذوما جاو عندهم كرهبة كانوا هنا، ولا جاو من الجهة، ولا باهي فماشي أثار متاع كرهبة؟ لا. باهي ما لهيت نشوفوا تو في الجيران، شوفوشي هذوما الناس فماشي شكون سمع حاجة تو حاجة كي من هكا. صحيح اللي فما ناس بعاد شوية، ما حاجة كي من هكا وكرهبة موجودة وصايرة، يعني ثلاثة قاعدين متحامين في راجل وخطيبته، دونك سي سور فما خوضة وفما. شافوا الجيران، سمعتوا شي حاجة البارح، شفتوا شي حاجة في شيرة كذا؟ لا، ما فهم شيء، لا كرهبة لا أثار متاع جماعة. موضوع فيه إنه شنو رأيك يا كريم؟ اي ما نعرفش انا، اللي نعرفه معناها انه ذيك هو فما بلا مره واحد فيهم اسمر وقدع وعنده شلاغم، وذاك شني نعرف على الجماعه بعد ما نعرفش الاثار ومش الاثار. يا اخي مش قلت لي هما كاغولي ودنيا ظلام وما تنجمش تشوفهم؟ ملا كيفاش عرفت اللي هو عنده شلاغم وهو لابس كالسيط على راسه؟ بدأت الحقيقة الشكوك تتجه نحو كريم، بدأت الشكوك تتجه له أنه الحكاية مش متعلقة ببراكاج، ولكن ربما متعلقة بجريمة قتل. فما مجموعة من المؤشرات، قل لك مؤشرات ما نقول لكش أدلة، ركز معي مليح، هي مؤشرات وليست أدلة. مؤشر الأول الساعة أنه البلاصة اللي مشالها من الأول، البلاصة احنا بعد نص الليل في رمضان، مشى البلاصة ذيكا على أساس شنو زعما؟ قال على أساس باش يقعدوا يحكيوا شوي. باهي. اثنين، بفحص السيارة لقاو أنه آثار الدم تاع الضحية مش موجودة في كرسي اللي هي كانت فيه، الكرسي اللي معناه بحذا السائق، موجودة من تالي في الكهرباء في كرسي التاليني. باش يزيدوا كيف كيف يلقاو انه في الكهرباء فما البلارات مكسرين صحيح نتاع الشوفور واللي بحذا الشوفور، وانه القزاز نتاعهم الكل موجود فوق الكراسي، ولكن ما فما حتى اثار، معناها كسروا عليهم البلار، ما فما حتى جرح صار حتى واحد فيهم بالبلار، ما فماش جروح صارت بالبلار. ثم ما لقيناش الآثار متاع الأقدام متاع الجماعة هذوما، ما لقينالش بصماتهم، ما لقينا حتى شيء عليهم، حتى شيء، حتى شيء يدل أنه فما ناس كانت حاضرة غادي. جملة من المؤشرات باش تزيد مع التناقض في التصريحات متاع كريم ولا الطيب. كريم الأول قال ما شفتهمش،
من بعد قال فيهم هذايا واحد عنده شلاغم وكذا. من الأول قال هجموا علينا ضربوني وضربوا جميلة وأنا ما نجمتش نخدم الكهرباء ما حبتش تخدم ومن بعد خدمت وهربنا. في رواية أخرى قال لي أنا من الأول حشمت راني ما حبيتش نقول باش ما نطلع الجبان راهو هما كيهدوا علينا راني أنا هربت من الكهرباء أول ما بداوا يضربوا فيا هربت من الكهرباء قاد جميلة وحدها ومن بعد أنا رجعت ووقتها خدمت الكهرباء وهربنا. تعدد التصريحات وتناقضها هو مؤشر أنه السيد اللي قدامنا مش يقول في الحقيقة، وإذا كان مش يقول في الحقيقة يعني أنه يحب يخبي شيئا ما. شنو زعما يحب يخبي؟ بالنسبة للنيابة الأمور واضحة، ما فما حتى مؤشر على وجود عناصر غريبة قامت بهذه الجريمة، وبالتالي احنا نحكيه على جريمة قتل. والصورة هي الآتية: سي كريم هذا هز خطيبته في الكهرباء ولا الكاميونة متاعها، وقت اللي وصلوا للبلاصة هذيك يحكي وكذا، هبطوا من الكهرباء وحكاوا ومشاوا للكرسي اللي من تالي. في الأثناء حب يعمل حاجة مع جميلة لكنها ما حبتش، وتنجم تكون اعتدت عليه بالعنف. كرد فعل على اعتداء عليه بالعنف ضربها ادغرها، لكن من بعد كيف لقى وأنها في وضعية خايبة وقاعد يفقد فيها قرر أنه يحول الحكاية على أساس وأنها حادث، وكسر البلار وضرب العجلة متاع الكهرباء مش ما يقول أنه ما نجمش يهرب إلى غير ذلك. هل فما معطيات أدلة دامغة على هذا؟ هل مثلا فما أداة الجريمة السكينة؟ هل فما آثار متاع تخبيش مثلا موجود عند الضحية، التخبيش متاع كريم؟ لا. علاش قلت لكم قبيلة ركزوا معايا مليح، رانا نحكيو على مؤشرات في هذا الجانب وهذا الجانب، مؤشرات قوية على أنه اللي صار هو جريمة عملها كريم، وفما مؤشرات معتبرة على أساس وأنه لا ربما صار لهم فعلا هالبراكاج هذا. حبك تحط روحك شوية مكان القاضي، مش سهل. راه قلت لكم قبل انه في القوانين وفي ال شنو تقول النصوص، راهو الشك يكون لصالح المتهم. نعاودوه، الشك يكون لصالح المتهم. علاش تعملت هذه القاعده؟ خاطر فما الكثير والكثير من الناس اللي تحكم عليهم وساعات تعدموا وتبين بعد إعدامهم أنه غالطين فيهم، مش نحكي كان في تونس، نحكي في العالم، أنه غالطين فيهم ومش هما اللي قاموا بالجريمة. وقال لك وقتها كان مشكوك، ولكن قلنا لا، مشكوكة ما ميسالش. تعملت هذه القواعد الجنائية اللي هي تقول راهو الشك يمشي لصالح المتهم. لا يمكن أنك تحكم على واحد إلا ما يبدأ عندك حاجة نسميها اليقين. اليقين يعني تبدأ متأكد أنه فعلا هو عمل هذه العملة. هذا التأكد ما كانش موجود في موضوع كريم ولا الطيب. زيد على ذلك الناس كل تحكي على حالته وقت اللي هز مرته أو خطيبته، وقت اللي في الكيوسك معناها طلب الإسعاف متاعها، كان في حالة هستيرية، كان يجري باش يحاول ينقذها، طلب لها الماء، جابوا لها الماء، يقول أنه ما في بالوش وقتها اللي هي مدغورة، كان يعني الحالة الإنسانية والبشرية يا أما يكون ممثل كبير يا أما يكون فعلا خطيه.
حط روحك في مكان القاضي طوى اللي بش يحكم، لأنه يلزم يصير حكم في هذه القضية. المحكمة الابتدائية في بنزرت بش تحكم على كريم طيب بعدم سماع الدعوة، يعني ستبرئه باعتبار أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة أنه قام بهذه الجريمة. وكما قلت لك الشك يمشي لصالح المتهم، لكن العائلة باش تستينف، والعائلة الحقيقة مصرة إصرارا كبيرا أنه جميلة قتلت، وأنه كريم ما يكون كان اقتلها لأنه حب يعمل معاها علاقة جنسية وهي ما حبتش، تسارعت الأمور ما بيناتهم فضربها وماتت. محكمة الاستئناف مش تمشي داير في هذه القراءة، ومحكمة الاستئناف مش تحكم على كريم ولا الطيب بثلاثين سنة سجن بتهمة القتل متاع جميلة. كريم اللي بش يكون هارب في وقت أول، ثم بعد ذلك على ما يظهر سيقع إيقافه، ولكن الغموض ما زال قائم التوى بالنسبة لي أنا في هذه القضية. مؤشرات منا ومؤشرات منا. اليوم فما حكم، القضاء قال كلمته، قال الحقيقة القضائية. فهل هي الحقيقة الفعلية؟ سنرى رأيكم في تفاصيل هذه القضية والحكم اللي يصدر فيها. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.